تعالوا بقى نروح لدرجات الحرارة ونستعرض معاكم درجات الحرارة تفصيليا. القاهرة النهاردة مسجلة 40 24، ابتدينا نعلى كمان بدرجة الحرارة الصغرى وحضراتكم تلاحظوا مقارنة بالأيام الماضية. وخلوا بالكم كمان نسبة الرطوبة ابتدت تعلى بعض الشيء خاصة في هذه الأيام، يعني بنتكلم في 48 ساعة اللي بتشهد هذه الموجة الحارة بالإضافة للمنخفض اللي احنا بنشهده دلوقتي. السلوم النهاردة مسجلة 27 19، أيضا دمياط 35 21، بورسعيد مسجلة 35 22. بنتكلم في رينج يعني بصوا متفاوت بعض الشيء، يعني إسماعيلية النهاردة مسجلة 40 درجة حرارة، كذلك شرم الشيخ والعريش ورفح. كده بقى ابتدينا نروح للرنجات الثابتة شوية. سانتي كاترين النهاردة كمان 32 14، نروح بقى للصعيد شوية كده، بني سويف 41 25، نشوف الأقصر وأسوان في السلايد الجاي. الأقصر النهاردة مسجلة 42، أسوان مسجلة 43، والصغرى 28. وادي الجديد آخر حاجة معانا 42 28. يعني السوائل مهمة جدا، اللبس الفاتح مهم جدا، خلي بالنا من الرياح يا جماعة الخماسينية، الناس أصحاب أمراض الصدر. امبارح كان لينا مكالمة مع دكتور أمجد الحداد وحذر طبعا من الناس اللي عندهم حساسية إن هم ينزلوا في التوقيتات ده لو هو مش مضطر. ودلوقتي معظم الدكاترة والمتخصصين بقى في حساسية الصدر بيتكلموا على الأدوية اللي هي المضادة للهستامين او الحساسيه، وكمان اللي هي الماسكات او الكمامات اللي فيها فلاتر، فدول افضل حاجه وقت ما يبقى فيه اضطراب شديد ومش قادر تتنفس.